عمر النضر عضو مجلس النواب الأردن. الله يمسيك بالخير. مساء الخير يا هلا. شرفت بالخير. يعني أنا من زمان وأنا أقول بدنا نكسبك في هذا. أنا اللي تشرفت. الله يخليك. شكرا على قبول الدعوة وعلى تشريفك. أنا بعرف برنامجك مليان. قديش إلك بمجلس النواب؟ هاي السنة الثالثة. السنة الثالثة ودخلنا بالسنة. هذا الدور الأردني، هذا الجهد الأردني ترى ينعكس في موقف في العلاقة ما بين الأردن والفاتيكان. أنتم النواب كنتوا بروما، نواب المسيحيين. صحيح. بدنا تحكي لي من طقطق السلام عليكم عن هذه التجربة. نعم، هي فعلا تجربة رائعة بدعوة كريمة. نعم. من الفاتيكان للنواب المقعد المسيحي في الأردن. كما يعلم الجميع أنه هناك تم تنصيب كاردينال لأول مرة من 100 عام أو أكثر. نعم. في القدس، بطرك القدس أصبح. نعم. كاردينال. نعم. دعوة إجت من الفاتيكان. جاء بالفاتيكان. نعم. نعم. جاءت دعوة كريمة من الفاتيكان لنواب المقعد المسيحي، ولباها نواب المقعد المسيحي، وذهبنا إلى الفاتيكان، وكان لنا الشرف أولا بلقاء قداسة البابا. نعم. والسلام عليه، بالإضافة إلى لقاء وزير الخارجية الفاتيكان. نعم. والأهم شاركنا بالاحتفالية بتنصيب الكاردينال بيير باتيستا، اللي كانت من يعني بمستوى عالمي، مستوى رائع. كان مقاعد، وكان طبعا في تمثيل للحكومة الأردنية سعادة السفير الأردني في روما كان ممثل، وأمين عام وزارة الخارجية كان حاضر عن الجانب الأردني، وجلس الوفد الأردني والوفد الفلسطيني، حاطين لنا أول مقاعد بين كل مقاعد الدول اللي حضرت. كان في طبعا عدة تنصيب عدة كرادلة. نعم. ولكن كان مقاعد الأردنيين والفلسطينيين تقديرا من روما للوفد رفيع المستوى أنه يجي. نعم. نواب، ويجي كمان يجي الوفد الفلسطيني كمان كان عالي التمثيل، ورأينا احترام واحتفالية رائعة في هذا في هذا التنصيب. كيف شفتوا يعني صورة الأردن هناك؟ فعلا زي ما ذكرت سابقا، الأردن مقدر أبعد الحدود. نعم. الأردن و بدناش نحكي التعايش، لنحكي المواطنة بين. نعم. المسيحيين والمسلمين مقدرة، خاصة بمنطقة ملتهبة، منطقة هناك تهجير كبير لإخواننا في عدة دول. نعم. ولكن في الأردن بيعرف الكل، قاسي والداني، وخاصة بالوفود المشاركة، والجميع يعرف على العلاقة الوطيدة بين الشعب الأردني الواحد من مسيحيين ومسلمين.